تبنينا في 2014 وانا مساعد وزير تبنينا مشروع من المشروعات الجاده جدا، مشروع قومي للناشئين. مشروع قومي للناشئين في الحقيقه من 2014 حتى الان في منه افرازات ونواتج هم ابطال مصر في الملاكمه وفي المصارعه وفي الجودو، ياكد زملاتنا رؤساء الاتحادات اللي موجودين. احنا المشروع ده بينتقي من شباب مصر وفتيان مصر وفتيات مصر اللي هم ما بيلعبوش حاجه خالص، لكن في مقاييس علميه موجوده بيقيسوا الجسم من جوه فسيولوجيته، يعني ايه ضربات قلبه، يعني دوره دمويه، يعني حاجه اسمها السعه الرئويه والسعه الحيويه، حاجات ليها معدلات قياس عشان لما يقيس يقول ينفع في ايه وما ينفعش في ايه، ومعدل التنبؤ ازاي. كره القدم ليها طبيعه خاصه، ويمكن احنا شفنا كتير جدا يعني القياده السياسيه وبتتكلم ليه ما عندكوش كتير من محمد صلاح. الفكره مهمه جدا الحقيقه. كان في الوزاره تقدم ايضا يعني بالمشروع تحت هذا المسمى، مسمى يعني براندنج كده. كان انا جيت لقيت المشروع مقدم في الوزاره كابتن محمد، وبدانا نبلور الفكره ونقول اه فعلا احنا محتاجين نعمل ده، ليه ما يكونش عندنا 1000 محترف؟ ال1000 محترف هو عنوان ممكن نجيب اكتر من كده وممكن على سنوات، ده عنوان ال1000 محترف. احنا عندنا بقى محترفين في كره القدم في الحقيقه فخر لينا كلنا، مش محمد صلاح بس، ده محمد صلاح وعندنا النني وعندنا حجازي وعندنا ورده وعندنا المحمدي وعندنا العالي اللي في كندا، يعني عندنا اسامي كتير، والجيل ده ما شاء الله عليه يعني في اعلى الانديه كمان. فبالتالي حطينا المنظومه او الفكره اللي احنا شغالين فيها، المنظومه عندنا بلاتفورم زي ما استاذ ابراهيم قال، والسيت اب بتاعنا عملناه، بس باختلاف ان كره القدم كمان لما هننتقي بهذا الجهد العلمي جدا والمدقق جدا هيتحط او هيوضع اللاعبين دول في مراكز تدريبيه وفي اكاديميات، وهتوزع طبعا هنا بشكل مباشر مع الشركه المتخصصه او مع المتخصصين، وهينتقى لجنه علميه على اعلى مستوى، كبار الاسامي اللي في مصر تكون موجوده ان شاء الله يعني، وكمان الخبراء من بره مصر اجانب هنجيبهم، وكمان الولاد في طموح ان احنا نسفرهم بره يتعايشوا ويحتكوا خلال فترات التدريب، علشان بنقول احنا مش هنقصنا حاجه خالص، عشان احنا مصممين نكون بره وجوه ان شاء الله، نساعد مع الاتحاد المصري لكره القدم زي ما بنساعد مع الاتحادات ان احنا كدوله نتدخل فقط لا غير في السيت اب، في ان احنا ازاي نفكر نساعد بهذا الجهد، والعلاقه ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الحكومي لازم تكون موجوده في كل المجالات. فبالتالي عندنا امل كبير ان احنا ان شاء الله يكون عندنا باقه كبيره بتشمل الكميه والكيفيه في اللاعب القوي، قوي في الجسم، في الشكل، في البنيان، في الصحه، في المهاره، في ان هو يقدر ينافس، كمان عنده فلسفه وثقافه الاحتراف، فلسفه وثقافه الاحتراف تكون موجوده. دي كلها عناصر المشروع بيستهدف لاخراج فعلا محترف حقيقي، لكن بنبدا زي ما بيسموا الانجليز لما بيعملوا هذا الموضوع جراس روتس، نبدا من البدايه خالص على مدار سنوات مع الرؤيه اللي احنا طبقناها في المشروعات القوميه الاخرى، وكره القدم هندخلها.